اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك اللهم نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، ونسألك الدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم إنا نسألك نوراً نقتدي به، وإيماناً نهتدي به، ورزقاً حلالاً نكتفي به. اللهم إنا نسألك عيشاً قاراً، ورزقاً داراً، وعملاً باراً يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمِ حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بيده للبر والتقوى، ووفقه وولي عهده إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. إلهنا 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 ارحمنا، فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا، فإنك علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير، وأنت على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا 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 والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون. اللهم إنا نعوذ بك من المرض والبرص والجنون والجذام، ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم اكشف عنا كورونا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الشافي الكافي المعافي، حار الأطباء حار الأطباء، وعجز المرضى، وعز الدواء، واستفحل الداء. اللهم شفاء من عندك، اللهم شفاء من عندك، اللهم شفاء من عندك، شفاء لا يغادر سقما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، ووفق رجال أمننا ورجال صحتنا، وفقهم لكل خير يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على نبينا محمد المصطفى المختار، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأبرار، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار.